في مسج من رقية برضو أو رقية تانية معرفش، إيه هي المطهرات الخاصة بالإيجين؟ إيه الإيجين ده؟ معرفش. الهايجين أنا قريتها بالفرنش، ما علينا. اللي المفروض تتواجد في المنزل والملازمة للشخص من أجل الوقاية؟ هو المطهرات احنا زي ما قلنا لو وقاية، يعني حتة إن أنا أستعمل مطهر لوقاية دي لازم يكون في أصلا مشكلة. انما ما نستعملش المطهرات كده عمال على بطال زي ما قلنا، هو نفس الرد يعني. انما مثلا الستات، مثلا في ستات بتسرف في المطهرات المهبليه، والمطهرات المهبليه دي نفسها هي اللي بتسبب الالتهابات. خطيره جدا، ده حقيقي. هي اللي بتسبب الالتهابات لانها بتقتل برضو البكتيريا النافعه. ففي ستات كتير بتقول انا بستعمل مطهر كل يوم كل يوم وعندي التهابات شديده. ما حضرتك انت بتجيب الالتهابات لنفسك بالمطهرات دي. فعشان كده احنا المفروض نعمل حلقه عن الالتهابات النسائيه عشان حكايه الاسراف في المطهرات دي. طب هو المفروض يا دكتور المطهر يستخدم قد ايه مثلا في الاسبوع؟ المطهر السيدات على حسب في اعراض ولا لا. فيش اعراض خلاص، يعني شويه ميه بملح زي الفل. تمام. او في مطهرات بتبقى مره في الشهر مثلا، مثلاً او مش كتير. حاجه